المهم من خاف سلم، من خاف سلم ومن تحرك للميديكال شو سيرفيس سلم حقيقة. يعني النهاردة واحد من رواد هذا المجال واسم بنفخر بوجوده معنا وكاريزما خاصة جدا، طبعا واحد من الجراحين الكبار في مصر والعالم العربي واسم جراحي متميز للغاية، بنسعد بقبوله دعوتنا وأكيد بنستمتع بهذا الحوار مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية للجراحات العمود الفقري الاسم الكبير. اهلا بك دكتور سليم بيه، منورنا وسعيد جدا بهذه الزياره. اهلا بك دكتور ايمن، زي حضرتك الله يخليك. اكيد حضرتك بتشوف، قبل ما ندخل في موضوعنا النهارده احنا عندنا مواضيع كبيره ومهمه جدا، لكن لو اقول الاسباب الاكثر شيوعا لالام العمود الفقري اكيد جزء منها بيجي من الجيم والتهور ده. هي الممارسات الخاطئه في استخدام العمود الفقري الحين. هو ساعات كتيره جدا بيبقى العمود الفقري مظلوم معانا، احنا تهيأ لنا العمود الفقري بتاعنا قوي جدا، هو مش كده الحقيقه. يعني هو استخدامه بطريقه خاطئه، سواء الاستخدام المتكرر بالطريقه الغلط بطبيعه عمل او بطبيعه شغل او بطبيعه حياه نفسها، او الاستخدام الخاطئ نتيجه لاصابه او لحادث او لفعل قوي بدون ان انا ادرك العقبات او التوابع بتاعته. عندنا مشكلة، يعني إن في ناس طبيعة حياتهم وطبيعة شغلهم إن ده بيبقى بيتطلب مثلا قعدة فترات طويلة، الناس فاكرة إن القعدة ما بتضرش العمود الفقري. لا، القعدة بتأذي العمود الفقري جدا، يعني لو واحد بيقعد قعدة مكتبية موظف أو طبيعة عمله كده قاعد قعدة مكتبية 7-8 ساعات في اليوم بدون ما يشغل عضلات ظهره وبتاع، فبيضعف العمود الفقري، بيضعف القرص الغضروفي اللي في النص، بينضغط كتير، يبدأ يأثر يوم في يوم في يوم في يوم، يبدأ يحصل فيه تشققات، يخرج بره، يضغط على الايه العصب. الناس اللي هي بطبيعة حياتها انها بتشيل، يعني في فئة كبيرة جدا من الناس بتاعت يعني في الحياة سواء سيدات او رجالة، الست اللي بتشيل فوق راسها وتعودت طول عمرها ودي طبيعة حياة سواء احنا في البلد كده او في شغلنا كده. الرجاله اللي بتشتغل في اعمال بتطلب الشيل زي شغل المعمار، او واحد بيشتغل سواق عربيه كبيره وبيسافر بلاد طويله جدا وبيمشي في طرق مكسره، كل التحميل الراس على العمود الفقري بيتلف العمود الفقري. العمود الفقري تركيبه بتاعنا غريب جدا، يعني هو يعني اعجوبه من اعجوبات جسمنا هو العمود الفقري. العمود الفقري عباره عن جزء عظمي، ده يعتبر الشاسيه بتاعنا، جزء في النص اللي هو لونه ازرق ده بقى ده اللي هي بنسميه الاقراص الغضروفيه او الوساده الغضروفيه اللي هي مسؤوله عن سهوله الحركه والانحناء، وان ده ياخد ويدي معانا في العمود الفقري في الانحناء والفرد والقعده والكلام ده كله. ساعات كتيره جدا مع الاستخدام الخاطئ ان انا شلت حاجه تقيله او وقعت وقعه غلط او اتزحلقت او ما بمضغط على العصب عامل الام مبرحه وألام لا تنتهي بالعلاج ولا تستجيب للعلاج وبدأت مضاعفات تحصل. ده بيخلينا يلا بقى علشان ندور على الحلول. قضيتنا بقى الكبيرة هي في إيه؟ المعتقدات الخاطئة بتاعتنا. يعني إحنا بنتكلم النهاردة عن إن إحنا فاهمين العمود الفقري بتاعنا هو مجرد إن أنا خدت شوية مسكنات ومع شوية راحة الموضوع انتهى. لا، ده في ناس كمان بتستخسر الراحة أو ما عندهاش وقت للراحة، هي تعتقد ان المشاكل الحياه والشغل والكلام ده اهم بكتير جدا من انه يريح العمود الفقري بتاعه. العمود الفقري لو حتى النهارده استجاب ليك فهو الشكوى بتاعته مؤجله، هي بعد شويه هتظهر. يعني انا النهارده في العشرينات والثلاثينات وبشيل وبحط وبفتر على نفسي، سواء بقى ظروف الحياه في الشغل، سواء ان انا بعمل فورمه وفي الرياضه، سواء بروح الجيم وبقلد الدنيا كلها وقاعد برفع وبشيل، وصلت المرحلة ان انا بدأ يحصل عندي التلف وتعب في العمود الفقري بتاعي. التلف ده بيصيب ثلاث حاجات، بيصيب العضلات بتاعت العمود الفقري اللي هي ساندة، بيصيب الفقرات جسم الفقرة نفسها، وبيصيب الغضروف نفسه. فالتلات عوامل دول هم خلاص بقى هيبقوا مصدر الألم بتاع العمود الفقري. يحصل الألم لما يجيلي بقى في الرقبة، انا طول اليوم قاعد على مكتب وبشتغل او ماسك الموبايل والكمبيوتر وقاعد متني او بنام على مخدة غلط، او ست البيت اللي طول اليوم في البيت بتقضي وبتشيل وبتحط، وفي اللي بيشيل على الراس وفي اللي بيشيل حاجات تقيلة، تبدأ الفقرات تنضغط، يبدأ يضغط على العصب، نبدأ نشتكي من الألم بتاعتنا. الظهر
نفس القصة، أنا بشيل بحمل الفقرات هي خلاص بقى بدأت الإيه اللود ويحصل تقل عليه. أنا عندي فقرات والفقرات دي متقسمة منطقة عنقية ومنطقة صدرية ومنطقة قطنية، وعندي 24 غضروف في جسمي، أنا ما عنديش غضروف واحد، أنا عندي 24 غضروف قرص غضروفي موجودين. طيب احتمالية حدوث المشكلة في واحد واردة، لما بيتكرر الحدث بتاعنا شيل حط إهمال في العمود الفقري أو إن أنا بمارس حياتي بشكل خاطئ ومستمر على هذه الممارسة، يبدأ يحصل المشكلة ما بين الفقرة وما بين الغضروف. الغضروف الأول بينشف ويفقد السوائل بتاعته، يتشقق، يبدأ يخرج، يضغط على العصب. ده ما يسمى ألام الظهر أو ألام عرق النساء أو ألام الرجلين. لو جه في الرقبة ألام الرقبة والكتفين بالدرعات، ساعات بيبقى الألام مرعبة جدا لدرجة إن البني آدم ما يقدرش يحتملها. بيبقى الواحد بيحس إن فيه يعني صاروخ من النار أو كهرباء بتضرب في إيديه وبتضرب في رجليه، بتصحيه من عز النوم. في ناس الحياة بتاعتها تستحيل إن هو يقدر يقعد قعدة زي اللي إحنا قاعدينها دي، مش قادر يقعد. القعدة بتتعبه، الوقفة بتتعبه، الحركة بتتعبه، الانحناء بيتعبه، الصلاة، الكحة، لو كح كحية كده يحس إن فيه صاروخ نار بيضرب علشان العصب بقى مضغوط. تكرار الموضوع يوصلنا بقى اللي إحنا بنشوفه ده بقى. يحصل تيبس في الغضروف، قطع في الغضروف، خروج للمادة الغضروفية اللي موجودة، بدأت تضغط على العصب، العصب بدأ يشتكي، وشكوة العصب هي الألم. يديني في الأول ألم، يديني تنميل، يديني برودة أو الجسم حتة من الجسم كده بحس إنها بردة أو خدلانة، في فقدان للإحساس بمناطق معينة وخاصة منطقة أسفل الحوض ومنطقة حوالين الشرج والمنطقة بتاعت الأعضاء التناسلية، وبتنزل للرجل، توصل للكعب، توصل للرجلين. الكلام ده كله كلام خطير جدا ومهم قوي. علامات منذرة، علامات منذرة، وكل ده بيقول لك خلي بالك إن في مشكلة جاية. القضية الكبيرة بتاعتنا إن الغضروف مش بيفكر زي ما احنا بنفكر. الغضروف هو له طلبات دلوقتي، هو محتاج راحة، محتاج علاج، محتاج تشخيص جيد بقى ونعرف احنا هنكمل معاه ازاي. اللي بيحصل عندنا لا، انا مشكلتي هي الالم واجري على مسكن عايز اضيع الالم، سواء بروح صيدليه بصرف منها شنطه ادويه او بجيب روشتة بتاعت حد من اصدقائي او قرايبنا او جيراننا خد العلاج، او بروح لواحد بقى من اللي هم بيشتغل يقول لك ده بيجيب زيت مش عارف ايه، وده اللي بيلسع بالنحل، وده اللي بيكوب النار، وده اللي بيعمل حجامه، وده اللي بيعمل كده. انا بحب اسال حضرتك، الحاجات دي لسه موجوده لغايه موجوده دلوقتي. وموجوده بكثره يعني الحقيقه والله بجد، وفي كل المستويات. خلي بال حضرتك يعني، بص هنا في غضروف ضغط على العصب خلاص، والعصب خلاص ولع نار وبيسمع وبيعمل الم رهيب جدا وكهرباء في الرجل، وبدات بعد شويه هيحصل ضعف. انا مشكلتي دايما بتبقى شقين، شق احساس وشق حركه. شق الاحساس بقى هو الالم والخضر والتنميل وعدم الاحساس والبروده او الكهرباء او الكلام ده كله، في جزء سواء مسي في الظهر او في رجليا، في ايديا، في رقبتي، في كتفي، في صوابع ايديا، وفي خريطه بتبقى ماشيه كده بالعصب. الجزء الثاني العصب ده لو انضغط فتره وانت حضرتك سبته وقعدت تاخد مسكن، والاشهر من المسكن دلوقتي بقى المخدر، بقى بيجروا على المخدرات كتير جدا جدا جدا، وبتتصرف وبيلاقوها وبيجيبوها بياخدوها، بيقول لك ده انا باخد المخدر الفلاني بالاسم كده بقى لي 7-8 شهور. طب بعد المخدر ده ايه الموجود؟ هيحصل بقى الغضروف، ما هو ما راحش، انت ما عالجتش غضروف، انت بتاخد المخدر عشان يخليك تعرف تنزل وتشتغل. الغضروف كل مدى بيكبر وبيكبر ويضغط على العصب، فالعصب بعد شويه هيحصل فيه ضمور، الضمور ده هيؤدي الى ضعف في العضله، تبدا العضله تضعف. انا بمسك الكوبايه ما عادش بقدر، المعلقه بقت صعب، الكوبايات بتقع من ايديا، شغلي المكتبي ما عادش قادر اقضيه، واخد بال حضرتك، المشي بتاعي بقى صعب، القعدة بتاعتي بقى صعب، وقفتي في الشغل بقت صعبة، يحصل سقوط في القدم، يحصل تسيب في البول. والحتة دي خطيرة جدا، إن في ناس تبدأ تقولك أصلا مش هروح لدكتور إلا ما يحصل سقوط في القدم أو تسيب في البول. وللأسف الشديد الواحد على المستوى الميديا والحاجات اللي الواحد بيشوفها دلوقتي والوسائل التواصل الاجتماعي بقت كتيرة وبقت مفتوحة قوي، فتسمع آراء ناس للأسف الشديد هم أنا بعتبرهم يعني بيجرموا في حق البشر، يعني يقول لك بص اوعك تروح لدكتور ولا يقول لك عمليه ولا بتاع الا لما يحصل لك سقوط في القدم. اصل يا جماعه تعالوا نقول الاسماء الصح، سقوط القدم يعني شلل في العصب. يعني انا اروح لدكتور بعد ما يحصل شلل؟ طب انا منتظر ايه؟ هيتحسن كام في الميه؟ 50%؟ 60%؟ طب انا عندي 30-40% مش هيتحسنوا، وبعد ما عملت العمليه ما يتحسنوش؟ بتبقى صدمه نفسيه بقى.
لان الناس عندها عقيده ان انا مجرد انا يعني خلاص انا سمعت كلامكم وهروح للدكتور، يعني بقى خلاص بقى الدكتور ده مش سره باتع انتوا بتقولوا كده، يبقى هيخلصني من كل المشكله، هيخلصني من الالم اللي موجود، وانا جيت لك هيخلصني من الوجع اللي عندي. الجمله المشهوره انا جيت لك خلاص، انا جيت لك بقى خلاص بقى، هو انت بقى مش دكتور تخلصني من الموضوع؟ تيجي بقى الدكتور، جيت امتى؟ تيجي تفحص بقى الكلام ده كله وتشوف التاريخ المرضي، ده انا بقالي 25 سنه ظهري تعبني، ده انا بقالي 15 سنه وانا باخد علاج وبلبس حزام وبنام وبروح اعمل الخشبه والعصايه والعلاج الطبيعي والحجامه، واخد بال حضرتك؟ بتشوف ناس بيكوا بالنار واحنا يعني شفنا مناظر، الحاجات دي كلها ما فيهاش تاثير طبي خالص، ما فيش يعني، حتى لما بيبقى في تاثير بيبقى تاثير مؤقت جدا تحت بند اللي هو ايه، انا عملت تحريك للفقره شويه الالم اتحسن شويه، لكن انا ما ضيعتش سبب الالم، ده تاني يوم بيبقى الالم فظيع، انا ما ضيعتوش. ما في ناس لما في ناس بقى لما بتبقى مركزه وفاهمه بتبقى كويسه قوي، اللي يقول لك انا جربت وحالتي ساءت، ده لما يجي للدكتور ده بيبقى اريح من واحد تاني بيبقى جاي اصلا هو مش عايز يروح للدكتور، هو بس انضغط عليه اصل الدكتور خلاص يا سيد ادينا رايح للدكتور اهو هيحل الموضوع، وتيجي تشوف بقى وتيجي تتكلم في الحلول، اصل الموضوع لو غضروف واحد طب ما حله بقى سهل، ممكن نعمله بالعلاج 80% من الانزلاق الغضروفي بيتعالج بالعلاج، بس تعالى له شرطين، تعالى بدري وقبل ما يحصل مضاعفات بدري، وفي ناس يقول لك بص بقى مش انت بتقول بدري انا جيت لك اهو، طب احنا بنشتكي بقى لك كده هم اسبوعين ايه اصل رجليه وقفت من اسبوعين، انا مش بسال على الاسبوعين دول، طب الظهر بيتعبك بقاله قد ايه، انا بقالي 17 سنه وانا باخد حاجات للظهر وبلبس الحزام وشوف ظهري ده انا ده خريطه مكوي بالنار ومعمول حجامه ومعمول خزام ومعمول مش عارف واخد بال حضرتك، وبتنتظر بقى نتيجه واخد بالك، هنا بيحصل بقى مشكله جامده جدا ان المريض لا يتقبل الكلام اللي بيتقال له، اصل انت حضرتك جاي متاخر، متاخر ايه؟ انا جيت لك، انا عايز نتيجه 100% وعايز يسمع ان الكلام ده هيبقى فل وهيبقى زي الفل يبقى 100% والموضوع سهل، والموضوع المواضيع ما عادتش سهله ولا بسيطه، الموضوع بقى مركب. ولو احنا مش فاهمين ده هيبقى عندنا مشكله فيما بعد، انت بتتلقى الخدمه. انا بيجي لي حد بنجرب العلاج مره واثنين وما نفعش العلاج هندخل في قصه عمليه. طيب لما نوصل لعمليه بتبقى منتظر ان انا داخل العمليه يعني ايه؟ عارف زي ما اقول لك انا رايح احج علشان ما يبقاش عليا ذنب قديم. انت متخيل ده؟ انا رايح اعمل عمليه عشان ما عادش لا يجي لي وجع ولا يجي لي الم ولا عدت اشتكي تاني. المشكله في السيناريو ده ان يترك، انا دايما حضرتك وانت بتشرح كده بتخيل صخره عماله تيجي تقع من فوق. وكل ما بتنزل في الصخره بتزيد حجمها، المشكله بتكبر لغايه لما وهي بتقع بقى على الانسان تسحقه يعني او تسحق الامل الباقي في العلاج، بتبقى وصلت الى حجم مهول. لما دكاتره فاشلين جدا يا جماعه، دكاتره في مصر فاشلين، ده شايلين العالم كله الدكاتره دول في كل مكان في الدنيا ويحترموا ويقدم لهم الاحترام في كل مكان في الدنيا. اخد بال حضرتك ليه؟ احنا ليه بنسوق هذا الكلام؟ يمكن حضرتك واجهت تجربه فاشله او مشيت في سكه فاشله واخد بال حضرتك، او رحت بعد مكان ما عادش ينفع معاك حل، ما تعممش وتقول كده تعميم التعميم يقول لك لا ده روح مش عارف ايه ويوجه بقى الهند وتركيا ومش عارف. هند مين وتركيه مين؟ احنا بيجي لنا ناس عملوا هناك كوارث وبنصلحها لهم.